بسم الله الرحمن الرحيم، هتكلم في الدرس الرابع عن العمليات الحسابية باستخدام القوى الصحيحة. احنا قبل كده قلنا ايه؟ قلنا لو انا عايز اجيب الف على باء في جيم على ذال، كنت بعمل ايه؟ كنت بضرب اللي فوق مع اللي فوق، يبقى الف كنت بضربها في جيم على باء في دال. طب لو كان عطيلي اسمه، لو عطيلي ان الف على باء على جيم على دال، كنت بعمل ايه؟ كنت بقول ان الف على باء بقلبها الاول لضرب تبقى دال على جيم، بعد كده اضرب اللي فوق في اللي فوق يبقى الف دال على باء جيم. طب في حالة الجمع، لو عطيني ان الف على باء زائد جيم على دال، كنت بعمل ايه؟ كنت باخد عامل مشترك تحت اللي هو باء دال، ولما اقسم ده على ده باء دال على الباء هتطلع بدال، واضربها في اللي فوق يبقى يطلع عندي الف دال زائد، لما اقسم ده على ده بقسم الباء دال على دال تطلع عندي باء، واضربها في الجيم تطلع عندي باء جيم. طيب ده في حالة الجمع. طب في حالة الطرح، لو عطيلي ان الف على باء ناقص جيم على دال، لو خدت الوقت برضك عامل مشترك اللي هو الباء دال، هقسم الباء دال على الباء تطلع عندي بدال، واضربها في الالف تطلع عندي الف دال ناقص، لما اقسم الباء دال على دال تطلع عندي باء، واضربها في الجيم تطلع باء جيم. لما باجي اعمل عمليات حسابيه، ده في حل المسائل. لما باجي اعمل عمليات حسابيه براعي حاجه اسمها الترتيب في العمليات. بعمل ايه الاول؟ بقول ان انا بجري العمليات داخل الاقواس الداخليه الاول، وبعد كده بعمل الاقواس الخارجيه لو في عندي اقواس خارجيه. بعد كده بعمل حساب بحسب قوى الاعداد لو في عندي قوى الاعداد، وبعد كده بعمل عمليه الضرب او القسمه بتبقى من اليمين لليسار، وبعد كده اشوف لو في عندي عمليات جمع وطرح بيبقى برضك من اليمين لليسار. يبقى انا اشوف الاول الاقواس الداخليه وبعد كده الخارجيه، لو في احسب القوه بتاع الاعداد، وبعد كده ببدا بالضرب او القسمه من اليمين لليسار، وبعد كده اشوف الجمع او الطرح من اليمين لليسار. ده الاسلوب اللي ماشي بيه الاله الحاسبه. يبقى ده الاسلوب اللي ماشي بيه الايه؟ الاله الحاسبه. نشوف مثال على طول يفهمنا الدنيا ماشية ازاي. بيقول لي اوجد ناتج كل مما يأتي في ابسط صورة. عايز يجيب 2 اس سالب 3 في 3 اس سالب 2 على 6 اس سالب 4. في البداية قلت هعمل ايه؟ احنا عندنا ادى الاتنين اس سالب 3، انا مفيش عندي لا اقواس داخلية ولا خارجية. تعال نشوف الاول بنعمل ايه. نشوف الاول نحسب القوة، في عندي القوة كلها مظبوطة. طب نعمل ايه؟ هقلب الاول اشوف عندي في ضرب او اسمه الاول ولا لا. في عندي الاول ضرب اهو، هسيبه زي ما. طب القسمه، اي قسمه عندي بحولها لضرب، يبقى هضرب اهو واعكس اشاره الاس دي، يبقى اس ايه؟ اس 4. طيب انا ممكن احلل السته دي عباره عن ايه؟ بدل 2 اس سالب 3 تنزل زي ما هي في 3 اس سالب 2، ممكن افك السته دي لايه؟ السته دي ممكن افكها ل 2 في 3، والاس عندي اس كام؟ اس 4، وده اس 4. بعد كده اجمع اللي اساسه زي بعضه مع بعضه واللي اساسه زي بعضه مع بعض. انا عندي هنا الاثنين موجوده هنا وموجوده هنا، هذا الاساس اهو. وفي حاله عمليه عندي ضرب يبقى بعمل ايه في الاسس؟ بجمع الاسس، يبقى ده السالب 3 زائد الاربعه. طب عندي هنا 3 اهي و3 اهي، عندي الاساس ثابت، وفي حاله عمليه ضرب عندي يبقى سالب 2 زائد 4، يبقى الاثنين اس سالب 3 زائد 4 ب1 في عدد 3 أس سالب 2 زائد 4 عندي بكام؟ ب2. بطلع عندي 2 في 3 أس 2 بكام؟ ب9. ال 2 في 9 ب18. شوف سؤال تاني. عايز يجيب جذر ناتج برضك جذر 5 أس 5 على جذر 5 جذر 5 زائد 2 جذر 3 في جذر 3. طيب الأول عندي الجذر 5 أس 5، هسيبها زي ما هي. القسمة دي ممكن أحولها لضرب. نحول القسمة لضرب إزاي؟ تبقى عندي دي كام؟ الأول هشوف في عندي قوس، أدى القوس أهو هيجي زي ما هو. على أنا عندي الخمسة جذر 5 دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن جذر 5 أس 3 زائد 2 جذر 3 بجذر 3 اللي هي بجذر 3 كل تربيع. أحول القسمة لضرب،
او ممكن نسيبها عادي زي ما هي. تعالى كده نفكها على طول، يبقى جذر 5. انا قلت في حاله القسمه بعمل ايه؟ بطرح الاس، يبقى 5 اس جذر 5 اس 5 ناقص 3 زائد 2. انا عندي الجذر 3 تربيع بايه؟ ب 3. انا عندي الجذر 5 اس 5 ناقص 3 بايه؟ ب 2 زائد 6. جذر 5 تربيع ب 5 زائد 6 تطلع عندي بكام؟ ب 11. تعال نشوف سؤال تاني، بيقول لي اذا كان 3 اس س في 8 اس س على 12 س زائد 1 بتساوي ثلث، احلها ازاي؟ هو عايز قيمه س دلوقتي. انا عندي ادي 3 اس س اهي، 8 عندي دي ممكن افكها ل 2 اس 3، وفي عندي هنا س يبقى اس 3 س. طب ال 12، ال 12 دي عباره عن 3 في 4، ال 4 دي اللي هي عباره عن 2 اس 2. عندي هنا اس س زائد 1 وهنا س زائد 1. طيب الكلام ده عندي كله كان بيساوي ثلث، يبقى ده 3 اس س في 2 اس 3 س على هوزع، يبقى 3 اس س في 3 اس 1. تمام، في 2 اس 2 س في 2 اس 2. الكلام ده عندي كله كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي دول. يبقى عندنا ده التلاتة، تعال نشوف التلاتة عندي فوق، فا أس س في تحت، أي حاجة فوق بموجب، أي حاجة تحت بسالب، تلاتة هنا أس سالب س، وهنا واحد تبقى سالب واحد، في عندي تلاتات ما عادش في تلاتات، هقول في 2 أس 3 س دي فوق تبقى موجب، وعندي هنا 2 وهنا تبقى سالب، يبقى سالب 2 س، وهنا في عندي 2 أس 2 يبقى سالب 2. الكلام ده عندي كان بيساوي دول. ايه اللي لاحظته؟ هلاقي ان السين هتروح مع السالب سين، بقى لنا ايه؟ يبقى 3 اس سالب 1 في 2 اس 3 سين ناقص 2 سين بسين ناقص 2. الكلام ده عندي هيساوي كام؟ هيساوي تلت. 3 اس سالب 1 اللي هي بتلت في 2 اس سين ناقص 2 بتساوي تلت. التلت ده هيروح مع التلت ده، يبقى ال 2 اس سين ناقص 2 بتساوي 1. طب الواحد ده عبارة عن ايه؟ الواحد ده ممكن اخليه 2 اس صفر، يبقى 2 اس س ناقص 2 بيساوي 2 اس صفر. ايه اللي لاحظته؟ الاساس عندي بيساوي الاساس، يبقى الاس اللي فوق هيساوي الاس اللي فوق، يبقى س ناقص 2 هيساوي صفر. طب لما اودي السالب 2 الجنب التاني هتروح بعكس الاشارة، يبقى س عندي هتطلع بكام؟ ب2. يبقى انا كده طلعت قيمة الس. شوف سؤال تاني، بيقول لي إذا كان أ بتساوي جذر 2 وباء كان بتساوي جذر 3، بيقول لي فأوجد القيمة العددية لكل من، عايز باء أس 4 ناقص أ أس 4 على باء تربيع زائد أ تربيع، كمان عايز أ أس 3 زائد باء أس 3 على أ زائد باء. الأول هو عايز ده باء أس 4 رقم 1، باء أس 4 ناقص أ أس 4 على باء أس 2 زائد أ أس 2. انا ممكن احلل البسط، البسط ده عبارة عن فرق ما بين مربعين اللي هو باء تربيع ناقص الف تربيع مرة ناقص ومرة زائد على باء تربيع زائد الف تربيع. الكلام ده على ايه؟ على باء تربيع زائد الف تربيع. ايه اللي لاحظته؟ ان ده هيروح مع ده، بقى لنا ايه؟ بقى لنا باء تربيع ناقص الف تربيع. طيب تعالى كده نعوض، حاطيلي ان الباء بجذر 3 يبقى جذر 3 اس 2. طب والالف عطالي بكام؟ بجذر 2، يبقى جذر 2 اس 2. جذر 3 اس 2 ب 3، وجذر 2 اس 2 ب 2، يبقى 3 ناقص 2 بكام؟ ب 1. يبقى انا كده حليت رقم 1. هو عايز كمان عطيلي ان الف اس 3 زائد باء اس 3 على الف زائد باء. فاكرين؟ هيبقى عبارة عن قوس صغير وقوس كبير على الف زائد باء زي ما هي. اللي فوق ده كنت بفكه الالف زائد باء، بعد كده الاولاني تربيع اللي هو الالف تربيع زائد الاخير تربيع اللي هو زائد باء تربيع، وناقص الاول في التاني ناقص الف باء. ايه اللي لاحظته؟ ان الف زائد باء هتروح مع الف زائد باء، يتفضل ايه؟ يتفضل الف تربيع ناقص الف باء زائد باء تربيع.
نعوض، أنا عندي الألف تربيع بكام؟ الألف عندي بجذر 2 تربيع ناقص الألف في باء اللي هي جذر 2 في جذر 3 زائد الباء تربيع اللي هي إيه؟ بجذر 3 تربيع. جذر 2 تربيع ب2 ناقص جذر 2 في جذر 3 بجذر 6 زائد جذر 3 تربيع ب3. 2 و3 5، يبقى 5 ناقص جذر 6. أنا كده طلعت قيمة المقدار ده وقيمة المقدار ده. بقول لي أوجد قيمة س في كل مما يأتي. أعطيني تلت أس س ناقص 1 بتساوي 27. احنا عارفين إن 27 دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن هذا التلت أهو زي ما هو س أس 1، هنا تلت وهنا تلاتة، فأنا ممكن أقلب دي وأحط هنا إشارة سالب، يبقى ده تلت أس س ناقص 1، ممكن أخلي دي تلت أس إيه؟ أس سالب 3. أنا عندي الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس هيساوي الأس، يبقى س ناقص 1 هتساوي سالب 3، ولما أودي السالب 1 الجنب التاني هيروح بإشارة مخالفة، يبقى س هتساوي سالب 3 زائد 1، يبقى س عندي هتطلع بكام؟ هتطلع بسالب 2، يبقى أنا كده طلعت قيمة الس. برضك عايز قيمة س في كل مما يأتي. عاطيلي إن 7 أس 2 س ناقص 3 بتساوي 1. لو إحنا فاكرين إن الواحد ده ممكن أخليه إيه؟ أدت السبعة، ممكن أخلي الواحد ده عبارة عن 7 أس 0. ليه؟ أنا قلت أي حاجة أس 0 بواحد ما عدا الصفر طبعا، يبقى 7 أس 0. أنا عندي الأساس الوقتي بيساوي الأساس، يبقى الأس اللي فوق هيساوي الأس اللي فوق، يبقى 2 س ناقص 3 هتساوي 0. طب لما أودي السالب 3 الجنب التاني تروح بإشارة مخالفة، يبقى ال 2 س هتساوي كام؟ هتساوي 3. لما أقسم على الاتنين يبقى س هتساوي كام؟ هتساوي 3 على الاتنين. يبقى أنا كده طلعت قيمة السي.